في عوض ما تقعد تلوج على حاجه تقصر بها الوقت في الويكند ولا كي تقلق، اهلا نحضروا لك كل جمعه اللي يستمتع لي جو افلام موسيقى وبرشا حاجات اخرين تعمل معاهم جو وتطير الفده. كنت جو ما تخافوش، الحكايه سامبل وما تستحقش لا انستالاسيون ولا تيليشارجمون ولا والو. اختار لكم كيكو جو فلاش تحفونين تنجموا تلعبوهم مين ما تحبوا وقت ما تحبوا وتعمل عليهم كيف. اول جو اليوم قديمه تعرف اما باقي تحفونه، اشيفمنت انلوكت، جو ديفلوبي باغ ارمورد جيمز والبيت نتاعها سامبل تلم لي اشيفمنت بوسيبل الكل. عندك فيل هذا كي ترفي في الكرون ينقص تمشي بيه يسار يمين تنقص بغيف تعمل اللي تحب في السال اللي هي الماب هذيك تاع الجو. المفيد تاخذوا تعبيه اللي تاع السجين من كل هذوك اللي على اليمين، صحيح كونسيبت على الحيط وممكن برشا اللي عمل الجو عملت مقاير على الجو مودرن خاطر كل ما تعمل حاجه مهما تكون صغيره ولا كبيره تاخذ عليها اشيفمنت. اما نون بيش اللي فيس ما تنسى معها روحك وانت تلوش اشيفمنت منها ولا من غادي تنجموا زاده تتخطروا عليها اصحاب شكون يكمل قبل ولا شكون يلم اكثر اشيفمنتس. هاي شكون معلم فيكم توتال جود جو كيف كيف خد منها ارمور جيمز وخرجت عام 2010. هي جو بوزل اما ستيلها سبيسيال شويه. البيت نتاع الجو انك توصل تكون عدد معين من لي كومبوزون ولي برودوي من اربع ليمونات يعطيهم لك من الاول الارض النار الهواء والماء. كل ما دخلت حاجتين تطلع لك حكايه جديده يعني دو سويت تلمهم الكل، مثلا نار وارض يعطيو بركان، ماء وهواء يعطيو سحب، وبشويه بشويه لين توصل تحل دي زيليمون جدد جمله. اللي ستويلو لازمك تتذكر تستعمل اللوجيك باش تلقى دي كومبينيزون تحفونين، والجو هذي زاد عزة كي تركش عليها مع واحد صاحبك تبداوها من الاول مع بعضكم وتشوفوا شكون يخلط يدبلوكي كل شيء قبل. سوبر ستاكر نعرف اللي ترافيه في الاكرون ما يشهيش باش تلعبها، اما صدقني كي نقول لك في ساعة ما تكبش فيك الجو ما تسيب وتصيك تكملها، اونفان تحاول تكملها. جو خد منها The Game Homepage وعملت سكسين ينخدموا لها سويت الأولى والثانية والثالثة اتسيتيغا اتسيتيغا. في سوبر ستاكر كل ستاج يعطيك عدد معين متاع دي فورم مربعات مثلثات دور حاسيلو وانت عليك تركحهم الكل اون اكيليبر حسب الكومبوزيسيون تاع ليكخون. فما كونتور يبدا دوما تكمل تحط اخر قطعة، كان تكمل كونتور تربح نيفو، كان فما حكاية تطيح من ليكخون قبل تنسيك تعاود من الأول. فهمتوها جو تنرفز او فيغ يا ميزور مي تصعب، اما التشالنج اللي فيها يخليك ديما تحب تكملها، هاو ستاج هذا هاو اللي بعده وديما هكاك. سيركلو جو جينا من عند فلوري وخرجت نهار 6 ديسمبر 2014. كيما اسمها الجو كلها بازي على السيركل وما يغركمش الديزاين سامبل نتاعها، كي تكبس الديفيكولتي تولي حجر مش لعب. في الجو هذي لازمك تلم دور معينين بالدوره برينسيبال تتحكم فيها، ما تنجم تمشي كان يمين ويسار دونك لازم تقرا حساب الفيتيس المومنتوم والجرافيتي باش تمشي من بلاصه لبلاصه كي توحل. فهمتوا الجو تعمل على سيستم فيزيك، كل ما تلم دوره كل ما تصويره تكبر والدوره اللي بعد تولي اصعب باش تخلط لها. ومونسيون سبيسيال للموسيقى نتاع الجو، ريلاكس تشيل تعمل كيف وبيونس دلوله نتاع سهري تحد. في الموسيقى جمعة هذه باش نبداو بكليب سلايتي ليفت اوف سنتر لاف ذا واي يو موف، موسيقى مزيانه وكليب تحفون ومن غير ما نسبويل لكم الفان فرجوا واسمعوا وحدكم. I'm sick of it. You said you loved me, baby, and you just walked away. Tore a piece of my heart. فرانسيز دي جي وموش داف بونك جاوبوني ذا توكسيك افنجر. دي جي فرانسيز الموسيقى نتاعو ستيلها دانس بونك والكترو وكان مغرومي مكافينسكي ما لخدمتو باش تعجبكم. كان مغرومين بالفولك بالبوب وبالالتيرناتيف دانس مالا كريستال فايترز جاوكم، الموسيقى خفيفة ميم سي ريتمي شوية، فوكال تحفونين، بغيف جروب تحفون ننصحكم تعملوا عليه طلع.
كان لك تقرا ولا تخدم وتحب ميوزيك كان متعاونك في الامبيونس من غير ما تطير لك تركيزك عليك بونوبو سيركس وتذكرني ان شاء الله ما يهزكش النوم برك عاد. وكانك تفرجت الكليب وعجبك نجم تعمل طلع على شين تاع سيرياك المقاربه اللي خدمه هاكا معبي بالفيديوهات نفس النوع. المقربة متاع سيرياك نمشيو للروبريك ديفير ونسكم ديريكت الكوين انيماسيون طيارة جاينة من عند كريس بيرنز. هي عبارة عن سيري دو كومبات تعطي هوماج كبير للكولتور جو فيديو وسورتو دو ستيل بيدمو وهذا الكل خاطر بركاو في دينار يا ابو قلب. نكملو في الانيماسيون اما المرة هذيا اون بويزي. اي اون بويزي شبيها البويزي مع شين كويزان. كويزان زويك كوين حسب هذي تجمو تحسبوها ميزيكا زادة نوعا ما اما في نال تقعد انيماسيون على فونت بويزي اسمها شولدرز ومنحرق لكم شو كونتوني متاحة جوست نقول لكم اللي تكس متاع شين طيارة وبرسمي يستحقوا تعمل عليهم طلب. Our first attempt to understand the world in which we live we put a god in everything and those gods would give us our reasons. Why is the sky blue? Who chose blue? The gods. How come men have nipples? It's the will of the gods. Why does this wine taste so good? There's a god in it. And for a while there was not a single thing that the gods could not explain. كان حاسس روحك فايدت بالمورال طايح من مشاكل من القرايه ولا من اي حكايه حل ذا نايسست بليس اون ذا انترنت دوت نت سيت عباره على كومبيلاسيون تاع دي هوكس ليك انت من عند عباد من العالم الكل يجيوك اون بوكل والياتوار ويزورك المورال هيا وريناك الضحكه عادي. صحيح اللي باش نوريه لكم تو الجو اما ما تحسبش الجو تحسب اكثر فيديو انتراكتيف جينا من عند اي ان كي واسمها لا بلوم نوار. تتذكر لي جو بوينتين كليك وادفنجر هذه هكاكا افونتور صغيره نتاع تيور اجاج اسمه لا بلوم نوار في ميسيون من اصعب ميسيونات نتاعو. لي شوا نتاعكم يزوكم من فيديو لفيديو وكيما فما دي بوزل فما زاد دي بياج وتنجمو في غفله تموتو. الجو تحفونه وكان عجبتكم فما لا بلوم نوار 2 و3 وكل كعبه اطول من اختها. العز كانت لوجه على حاجه تركش عليها نهار تحت في الليل قهوه ستيلو ورقه وديما يمشي غير peut-être plus adapté à votre situation car cela fait maintenant des heures que vous arpentez en long et en large sous la pluie battante les ruelles de l'étrange village abandonné dans lequel vous vous trouvez et finalement vous revenez toujours au même endroit. Selon toute vraisemblance il n'y a aucun moyen de quitter ce lieu mais cette conclusion est bien trop absurde pour que vous vous en contentiez. نكملوا اليوم مع ثلاثة افلام اولهم سموكينغ ايسز صحيح خرج عام 2006 اما باقي تحفون. بودي ايسز ماشيسيان في لاس فيغاس تقلب على اكبر بوس نتاع مافيا في الزون وكي جا باش يسايب اللي زافو نتاعو الكل الاف بي اي البيك بوس صارت له يكلم عليه واحد من اكبر تيور اجاج في العالم البخيم على راسو 1 مليون دولار وبالسوم هذايا كم شو تيور اجاج اخرين ولاو يحبوا يطيحوه قبل وكل واحد سبيسيزي في حكايه زعما طيحوه وكان اي شكون ياخذ طيحه الاول. الفيلم هذايا مثل فيه ريان رينولدز راي ليوت بين افليك اندي غارسيا اليسيا كيز جيسون بيتمان حصيلو اكو سمعتو كاستينغ قد السخط action humour ou dessin what the fuck garantie. If an attempt is made on his life it'll be made by those of the strictest professional caliber. نخرجوا من الاكشن ديريكسيون الدراما مع 12 years a slave فيلم خرج عام 2013 ويحكي على 12 سنه عاشوا بسولمان نورثاب النوار ليبر تختف وتباع كاسكلاف اللي من وقتها ما صدق حتى حد اللي هو ليبر بسط له يلوش كيفاش يخرج ويرجع لدارو عائلته واسمه. الفيلم تيغي دون استوار فغي ويمثل فيه شيويتي اي جي فور مايكل فاس بندر براد بيت واشلي دايكي. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery.
Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. نكمل اليوم مع فيلم كوميدي يزينا من الكوبي. ممكن فما شكون يعرف شون اوف ذا ديد ولا هوت فاز، زوز افلام اللي مثلوا فيهم سيمون بيج ونيك فروست مع بعضهم. هذا الثالث واسمه ذا وورلدز اند. جاري كينج ادوت الكوليك رجع للفيلاج اللي قرا فيه صغير وكركر مع اصحابه القدم باش يعملوا ريتويل اللي ما كملوش عندهم 20 سنه تو وقت يهزوا الباك. الريتويل دور على البيت من بار لبار، كل بار يشربوا فيه شوب بيرة ويمشوا للي بعده حتى لين يخلطوا للاخراني ذا وورلدز اند. اما الحكايه تتقلب كي في ظرف غلطه يشتقوا اللي سكان تاع الفيلاج ولاو دي زيكستريستر واللي الارض كلها اون دونجي. زعما ياخذوا يكملوا التورني دي باغ حيين. فيلم مفتوق ضحك وفي نفس الوقت الديالوج نتاعو انتي دي جون تفرجوا فيه وتذكروني. What do you recommend? Beer. Want that water? What? What the hell is this? Why are we even here? We are here to get annihilated. You come back and everything's sort of weird. I suggest you get on your way. It's not us that's changed. It's the town. We are gonna get to the world's end if it kills us. Welcome home, boys. Oh no! The world's end. هكايا تكونوا كملتوا اول كرونيك من طير الفده، ان شاء الله تكون عجبتكم وعطتكم كيكو زيدي باش تقصروا بهم الوقت وقت تكثر عليكم الجينيا. كان عندكم كومنتير ولا فكره تحبوا تقولوها نزيتي با. انا نقول لكم اتخي بيانتو الفيديو الجايه. ديسي لا بون سومان ا توس وتشاو تشاو.